معك إلى موضوع العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر وقد ذكرت قبل قليل أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى تبادر إلى مساعدة مصر في موضوع التحقيقات لكن قبل ايام قليله اعلن من الرئاسه المصريه ان حوارا استراتيجيا او جوله جديده من الحوار الاستراتيجي المصري الامريكي ستعقد نهايه شهر تموز يوليو المقبل في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين منه في القاهره حوار استراتيجي بين الولايات المتحده ومصر، طبعا سيكون الارهاب هو محور اساسي او المحور الاساسي في هذه المحادثات، في تقديرك ما الذي ستطلبه مصر؟ في مثل هذا الحوار، كيف ما الذي يمكن ان تقدم عليه ايضا الولايات المتحده وتقدمه لمصر في سياق هذه المواجهه ضد الارهاب؟ في اطار المعلومات المتاحه في واشنطن ونيويورك ان ربما معدات لضبط الحدود الغربيه والشرقيه ستكون على قائمه المطالب المصريه وعلى على قائمه قائمه التمنيات الويش ليست هذه مطروحة بالنسبة لما لما طرحت أن الحكومة الأمريكية تكون مستعدة الحكومة الأمريكية إذا تلقت طلب من الحكومة المصرية نعم للمساعدة في التحقيقات يجب أن يأتي الطلب من الحكومة المصرية لا أتصور أنها ستتوانى عن تقديم هذا الدعم الفني والخبراء الذين يستطيعون العمل في مثل هذه القضايا الفنية المعقدة التي ربما لا تكون الخبرات متوفرة في مصر اتوقع ايضا ان يكون موضوع تامين الملاحه في قناه السويس مع تدهور الوضع في المدخل الجنوبي في اليمن ومضيق باب المندب يكون على راس الحوار اتوقع بكل تاكيد ان يكون الملف الايراني والاتفاق النووي اذا تم الانتهاء منه في التاسع من شهر يوليو القادم ام لا سيكون ايضا علي قائمه الملفات التي سيتم طرحها الملف الليبي وسير المفاوضات هناك واعمال التنظيمات الاسلاميه او الاسلام السياسي والجماعات المتطرفه علي الحدود الغربيه لمصر ستكون أيضا لا. على رأس الموضوعات ملف الصومال يوجد ملفات عديدة مصر دولة محورية في الإقليم وما يحدث فيها له تأثيرات ليس فقط في إقليمها المباشر ولكن يتخطى هذه المنطقة لا. إلى يصل حتى إلى أوروبا